اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خليها سمك النهارده لاكيد ولازم بمدرسه المغازي. النهارده معانا السردين بتاع اسكندريه بتاع الماكس، بنوجه تحيه كبيره لكل محافظه اسكندريه واهل اسكندريه. السردين عندكم حلو قوي، عشان كده الناس بتحب تروح اسكندريه. ولكن مع الشيف المغازي النهارده هيغير من مدرسه السردين. دايما بيتعمل صينيه بالبطاطس مع زيت الزيتون مع الليمون، اي نعم بتبقى لطيفه وجميله، ومسمينها صينيه سردين اسكندراني. انا النهارده هعمله بطريقه جديده خالص، هنعمله مقلي كريسبي بدقيق الذره، حاجه لطيفه كده. هياخد في ليفر من التوابل، شويه روزماري، شويه زعتر، شويه بابريكا. هنشوف نعمله ازاي ونقدمه لحضراتكم مقلي. ممكن نقدم معاه مايونيز، نقدم معاه كاتشب، نقدم معاه اي صلصات احنا حابينها حسب رغبه ولادك. معانا جمبري النهارده. الجمبري برضو متحدد اقامته بين ان هو يتعمل صينيه، يتعمل مقلي، يتعمل مع رز، يتعمل كبسه، كل ده ممكن احنا عملناه. ولكن سمك لبن تمر هندي ده اسم فيلم من الزمن الجميل. هنطبق النظريه دي على عمنا الجمبري ونشوف ازاي نعمله النهارده جمبري بالتمر الهندي. هل التمر الهندي ده مشروب؟ مشروب بيتنع ومشروب رمضاني معروف وبتشرب في المناسبات. جايبينه معانا هننقعه وناخد البهريز بتاعه ونشوف ازاي نعرفه على شويه جمبري. اطفالنا الحلوين بيشاركوا السفره بتاعتنا، الطبيعي لازم نعمل لهم حاجه حلوه هم بيحبوها. معانا تونه بيضة بقى، تونه حمراء، تونه مهروسه، تونه سليمه. هنعمل طاجن المكرونه بالتونه، الفليفر والطعم من بين اصابع ايدك النهارده. هنشوف ازاي نقدمه لاولادنا حسب رغبتهم. السفره بتاعتي دي عدلها مشروب صحي، مشروب يساعد على الهضم، مشروب قيمته الغذائيه عاليه جدا. افضل المشروب اللي ممكن نقدمه مع السي فود الليمون. هعمل النهارده ليموناتا. الليموناتا دي مش هتمر على الخلاط، ما بين ليمون اخضر حلو شفته وانا بجيب المشتريات بتاعتي، مع سكر، مع بشره ليمون، مع نعناع اخضر. اكيد المشروب ده هيخلينا ناكل السمك كله اللي موجود على السفره. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان بجد النهارده عندي شغل كتير، وعشان الحلقه مهمه جدا احنا بنعيدها لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره، بنستمتع بمشاهدتها على شاشه القناه الاولى. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف مع بعض خط سير الحلقه يبدا ازاي. معانا شويه سردين، طبعا انا مجهز شويه حاجات علشان نكسب وقت البرنامج بتاعنا، لان وقتنا من دهب ما بنعديش ثانيه منه الا لما نقول معلومه. هنبدا باول حاجه سردين مقلي كريسبي بدقيق الذره. نشوف نعمله مع حضراتكم ازاي بطريقه سهله وبسيطه تقدري تعمليه لاولادك لو مش حابين السردين صينيه بزيت الزيتون مع البطاطس. المقادير على الشاشه. معانا سردين بلدي اللي هي الجلده بتاعته ناعمه من بره وده معروف في السوق. معانا كمان توم، المقادير ممكن تصورها بالتليفون على السريع. السردين يا شباب حلو الكلام. ومعانا فلفل حار، ومعانا بقسماط، وما ننساش طبعا عصير ليمون ده اساسي، ودقيق وبقسماط، ومعلقه نشا. هنقول ليه معلقه النشا في المقادير؟ عشان يبقى كريسبي. هنشوف امتى هنضيفها. المقادير شفناها مع بعض، ولكن انا حابب السردين انت تنضفيه في البيت. يا شيف مغازي الله يكرمك، هو انا عندي وقت؟ بص الموضوع بسيط، وخلونا نتكلم شويه مع بعض ونشرح شويه امور مع بعض كده مهمه جدا. اي نعم السمك انت بتجيبيه متنضف جاهز. لما تشتري حبايه السردين اللي معانا دي كده، السردين نوعين في السوق، بتلاقي السردين في صدفه فوق على الوش ده بيتجم مستورد، بيبقى عامل زي البوري او زي السهليه الصغيره، بتلاقي في صدفه في القشره. السردينه البلدي بتاعت اسكندريه دي كده، واخواننا في اسكندريه بيشوفونا دلوقتي، بتلاقي الملمس ناعم كده زي البشره، حلو زي الخدود، بتلاقيها ناعمه حلو. دي على طول دي امنه، دي نتعامل معاها عادي خالص زي الفل. انا هنضفها دلوقتي بالسكينه. السردين ما يتغسلش بعد التنظيف، ولا المكاريلي يتغسل بعد التنظيف، ولا الكنعد اللي هو الدراك يتغسل بعد التنظيف. في سمك كده الميه تاذيه، احنا ننضفه ونغسله كويس زي ما هو كده ونشتغل معاه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي. هشيل الراس دي كده بسكينه حاميه صغيره اهي، مش عايزها واجي على بطنه كده بشياكه، اطلع المعده الصغيره الحلوه دي كده، لان السردين ده بحر ما هوش مزارع، يعني مش راعي. شايفين البطن بتاعته؟ زي ما فيهاش حاجه، فل اهي، فل شمعه منوره، حلو الكلام. وهنيجي هنا قاطعينها كده بالسكينه تدينا الشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. سكينتك صغيره في ايدك كده،
ادي حبايه السردين زي الفل. نعمل واحده كمان عشان اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. اهو هنشيل الراس اهو، سكينه صغيره تتقطع لوحدها، ونخلي كده الديل بتاع حبايه السردين اللي بره، ونيجي هنا كده اهو بالسكينه بالراحه خالص اهو زي الفل. هي ماشيه لوحدها، طلعت المعده الصغيره الحبوبه دي كده اهي اهو. طيب انا نظفت السردين معانا بالشكل ده كده، السكينه والبلانشه وكل حاجه اشتغلت فيها هشيلها اهو زي ما انا شغال، وانت خليكي زي في المطبخ اهو زي الفل مع بعض، ونشيل دول من هنا خالص، ولكن السكينه شيلها من الحوض علشان لما ترجعي للحوض تاني ما تعوريش ايدك. هناخد السردين اللي نظفناه ده كده، يبقى معانا بالشكل ده كده اهو، ونعمل فيه يا عم الشيف اهو زي الفل متنضف. حذاري انك تغسليه، حذاري انك انت تحط عليه ميه. تعالوا نتبله مع بعض كده علشان هنعمله النهارده بطريقه جديده مع حضراتكم. ايه التكلفه او ايه التتبيله او ايه الخلطه اللي الشيف المغازي هيحطها على السردين عشان حبايه السردين تشيل من دي الذره وتتحمر وتبقى كريسبي لطيفه كانك بتاكل سكالوب بانيه او بتاكلي بيكاتا مقليه. خلونا مع بعض كده نشوف هنعمله ازاي سريعا. اهو بنجيب بوله صغيره اللهم صل على النبي، ونحط في البوله دي يا عم الشيف معلقه نشا اللهم صل على النبي، والبهارات بتاعتنا معانا زي الفل، مكانها حلو كده نخليها هنا. يلا حبايبي معلقه نشا صغيره اهي زي الفل، ونحط مع معلقه النشا دي يا عم الشيف شويه بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، سنه كركم صغيره، وشويه كمون محترمين كده زي الفل. وتعالوا مع بعض نحط الملح والفلفل والزعتر. ادي الفلفل الاسود والملح بتاعنا قليل كده ما يكونش كتير عشان ممكن نعالج المهمه دي بعد ما نحمره، وشويه زعتر محترمين، كل دول على معلقه النشا. تسلم ايدك يا عم الشيف، ونحط عليهم عصره ليمون. الليمون عندنا زي الفل تمام معصور جاهز، عصره ليمون ونقلب دول كده مع بعض تاني عصره ليمون. حلو قوي، شفت الخلطه دي؟ تاني اقول عملت ايه. حطيت ايه يا شيف؟ ليمون ملح فلفل زعتر بابريكا كل دول مع بعض. هعمل ايه؟ هاخد من الصلصه اللي انا عملتها دي واشرب حبايه السردين وانا شغال كده. عملت ايه يا شيف؟ حبايه السردين اتبلت بالشكل ده كده وانا واقف مع حضراتكم زي الفل تمام. تسلم ايدك يا عم الشيف. بعد ما تبلناه التتبيله ديت عندنا بقسماط اهوت زي الفل. بقسماط ده اللي هي رقائق الذره مخلوطه بدقيق ذره ناعم زي الفل زي ما احنا شغالين مع بعض كده اهوت شايفينها اهي، وحاطط عليها شويه زعتر حلوين، وده بيتباع عند العطار ده موجود عندنا. انا حبيت السردين بالشكل ده كده، هاخده زي ما هو كده اهو وهسقطه هنا احنا يوم الاحد بنعمل اكل صحي، عامل حاجه حلوه، بنجيب التلاجه نفتحها واللي نفسك فيه بتاكليه، ولكن بنعمل عمليه بحث سيرج يعني زي ما بيقولوا جوه الاكله، ونشوف ايه المحتويات بتاعتها وايه المكونات بتاعتها، ونبدا نهرب من الدهون اللي موجوده فيها، نهرب من الكربوهيدرات اللي موجوده فيها، نهرب من النشويات اللي موجوده فيها، ونعملها بطريقه سلسه بسيطه وسهله، وده اجتهاد حلو لكل ام بتتابعنا لكل الاسره علشان يبقى يوم اكل صحي في المطبخ عندك. زي الفل تمام اهوت. وبعدين احنا بتقولوا احنا بنطلع مع بعض يوم الخميس اعاده ويوم الجمعه، الحلقه دي اللي احنا بنعملها دلوقتي بنشوفها مع بعض. الحلقه اللي احنا عاملينها دلوقتي بنشوفها مع بعض يوم الجمعه. وحلقه الخميس بنختار احسن الحلقات وبنعيدها لحضراتكم. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ ده السردين بتاعنا بالشكل ده كده، دي الذره مخلوط بالبقسماط اللي هي رقائق الذره اهو. ممكن يا شيف نعمله ببقسماط عادي ممكن، بس يفضل دي الذره مع السردين اهو زي الفل تمام. نحطهم كده ونخليهم بقى شويه كده، يعني خليهم ايه مثلا نص ساعه 20 دقيقه في قلب الخلطه دي يا عم الشيف كده، وعندنا زيت بيسخن على النار ونحمره. انا طبعا انصح ان ده يتحمر قبل الاكل مباشره. السردين ده هتاكل صوابعك وراه، السردينه البلدي دي الشوكه اللي فيها شوكه بريئه، خلي بالك عامله زي شوكه البربوني كده ما بتضرش حد،
لما بيتقلي بتتقلي في قلب الزيت، والسردينة حلوة لطيفة أنا ما غسلتهاش، شلت المعدة الصغيرة اللطيفة الحلوة عاملة زي معدة العصفورة شلتها، وما تغسلش المية ولا أي حاجة، يتغسل قبل بس. وبعدين تبلناها مع حضراتكم بالتتبيلة بتاعت المغازي. إيه هي تاني؟ عشان لما تعملي الأكلة دي نشا، معلقتين نشا لكمية السردين ده أو معلقة كبيرة، حطيت عليهم عصرة ليمون، شوية ملح، شوية فلفل، شوية بابريكا، شوية زعتر، وشوية كمون ده أساسي، وقلبت الخليط ده اداني قوام كده عامل زي الكريمه اللباني او اللبن الرايب. تبلت حبايه السردين بطنها وحطيتها في البوصبات، مفيش ما خدتش خمس دقايق بدون ما نتكلم ولا نفحص الموضوع اللي احنا شفناه ده كده. هنخليه كده معانا، وحابين نطلع فاصل ولا نكمل يا شباب؟ زي ما انتوا حابين، بس نكسب وقت يعني واحنا واقفين مع بعض كده. الزيت عندي جاهز، المفروض ابدا احمر الجمبري، سوري احمر السردين، والله احلى من الجمبري على قولتك يا شيف. ده السردين اهو حلو. اللهم صل على النبي. السردينه اهي، نرفع كده القلايه بتاعتنا زي الفل، وننزل بيه كده مع بعض. الله، ايه الجمال! اول مره اشوف السردين نازل في القلايه. السردين ده دايما يتحط في صينيه مع بطاطس، شرايح بطاطس، شرايح بصل، زي الفل. وننزل بالقلايه دي كده. يلا تمام زي الفل، نحمر دولت ونطلعهم وندخل اللي بعديهم. ده تنظيم وقتك للليل وانت واقف في المطبخ كده. السردين بيتحمر، المكرونه بتستوي، وهنبدا طبعا نشتغل في الجمبري. اخبار السردين ايه؟ صل على الحبيب، قلبك يطيب. شلناه من النار، حلو. لازم عينك على كل حاجه وانت شغاله. نشوف السردين اخباره ايه. اللهم صل على النبي. نعم. ده سردين كريسبي، حاجة جديدة، بيضاهي الجمبري في الطعم وفي الشكل. ناخد الشوية دول نسقطهم كده في قلب الزيت. نمسك السردينة من ديلها كده ونحطها كده. ده ما خدش دقيقة. وانصحك للأمانة ما تاخدش السردين ده عند الراجل السماك وتخليه يعمله لك، نصيحة مني يعني. انت اعمليه في البيت، مش هتعرف تعمليه في البيت ما تعملهوش. نحطه هنا. نعم حلو. سؤال جانا من الكنترول دلوقتي، ناكل السردين ده بالطحينه زي ما انتوا عايزين، توميه، طحينه، مايونيز، كاتشب، حسب الرغبه. ولكن السردينه دي ممكن ناكل معاها مايونيز تبقى لطيفه او توميه. الطحينه هتضيع طعم السردين. هنحط ده كده هنا زي الفل. تمام. تمام. نقلب دول كده. عايزين تشوفوا استوى ولا ما استواش من جوه؟ حاضر، عينيا يا فندم، حاضر. ده تعتبره تشكيك ولا ايه بالظبط؟ حاضر. هياني هياني هياني. اللهم صل على النبي. تعالوا مع بعض نعمل حاجه حلوه دلوقتي. السردين ده ممكن وانا جايبه كده حبايبنا الاطفال الحلوين يقول لك انا مش بحب شكله كده. نقوم نعمل ايه بقى؟ حاجه حلوه قوي. معانا سكينه صغيره كده او كبيره اهي بالشكل ده كده. ناخد حبات السردين الحلوه دي كده. الله، ده جمبري ده يا شيف، ده جمبري ده يا شيف. جابوا لنا مخرجنا حبيبنا فرسان التلفزيون المصري لاول مره وحقوق الطبع لدينا، وبس نشوف السردين والحلاوه بتاعت ايه. الصوره الحلوه دي كده، ايه قلب السردين اللي بيتكلم اسكندراني ده؟ ده السردين. ننزل بوم هنا كده، وممكن تقطعيه على كده على فكره، الاطفال يحبوه. ده سردين مقلي، ممكن نعمل رز ابيض صياديه ويتحط على الوش زي الفل. يلا. ده السردين بتاعنا اللي كان من شويه شكله يخوفنا، في دم، السردينه لونها اخضر. اي خدمه، ونخلي واحده سليمه علشان معالمه ما تضيعش مننا. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، خليها سمك النهارده، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.